خمسة دقائق بإذن الله نبدأ هذه المباراة، المباراة رقم 4 وهي آخر مباريات بطولة سيف سمو الأمير المفدى لقفز الحواجز لعام 2012. يتسابق في هذه المباراة 16 فارس يطمحون للفوز في سيف سمو الأمير المفدى، هذه المباراة التي تتوج مباريات الفروسية في دولتنا الحبيبة. هذه المسابقة على جولتين، الجولة الأولى الحواجز من 1 إلى 11 تباعا، مجموع الحواجز فيها 14 حاجز، الزمن المسموح 83 ثانية. بإذن الله سوف يتأهل 25% من أفضل النتائج إلى الجولة الثانية، وفي خلال الجولة الثانية طبعا سوف يتحدد المراكز طبقا لأفضل النتائج. So ladies and gentlemen, 5 minutes and we'll be starting competition 4 according to table A, article 273. Fences stands at a maximum height of 130. This is 2-round competition. Round 1, fences from 1 to 11, total efforts of 14. Time allowed is 83. Best 25 riders will be qualified to the second round where the winners will be there according to their best results. 16 riders are competing in this class. We want to wish everybody safety and good luck, inshallah. الحضور نرحب بكم الآن في آخر مباريات بطولة سيف سمو الأمير المفدى لقفز الحواجز لعام 2012، المباراة التي يتنافس فيها 16 فارس لنيل هذه الجائزة الغالية على قلوبنا. سيف سمو الأمير المفدى
لقفز الحواجز 2012. بانتظار الآن أول المشاركين هذه المباراة على جولتين. الجولة الأولى قفز الحواجز من 1 إلى 11، مجموع الحواجز 14 حاجز، الزمن المسموح 83 ثانية. سوف يتم تأهل أفضل 25% من النتائج من قائمة المشاركين إلى الجولة الثانية، والتي سوف يتم فيها تحديد النتائج بناء على أفضل النتائج في الجولة الثانية. So ladies and gentlemen, we are ready now to start competition number 4. Competition number 4 is the last competition in this championship. His Highness the Emir of Qatar. This is a competition where we have 15 riders competing in this class. This is a class in 2 rounds. Round 1, the time allowed is 83, fences from 1 to 11, total efforts of 14. 25 best results will be qualified for the second round, and then we will know the winners according to the results in the second round. بانتظار الآن أول المشاركين الفارس بدر درويش وويلكو. We're waiting now for the first rider to go, and it will be بدر درويش. بدر will be riding ويلكو. تمنياتنا لجميع المشاركين بحظوظ طيبة إن شاء الله. We want to wish everybody safety and good luck. أذكر أن الزمن المسموح في الجولة الأولى هو 74 ثانية. Time allowed the first round 74. الزمن المسموح في هذه الجولة 74 ثانية. Time allowed 74. نبدأ الآن بسم الله مع أول المشاركين الفارس بدر محمد الدرويش وويلكو. We're starting now this competition and first rider is in the arena now. He is بدر درويش riding ويلكو. Good luck. الفارس بدر الدرويش الجولة ب 20 نقطة جزاء في القفز ونقطة لتجاوز الزمن، يصبح مجموع نقاطه من مباريات يوم أمس واليوم 38.970. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 2 الفارس الشيخ محمد بن ناصر الثاني ودولار فان ديزاثوف. 20 jumping and 1 for exceeding the time for بدر الدرويش and ويلكو. Total points will be 38.970 in the arena now, riding Dollar Van, Sheikh Mohammed bin Nasser Al Thani.
4 نقاط جزاء في القفز و4 لتجاوز الزمن كانت نتيجة الفارس الشيخ محمد بن ناصر الثاني ودولار فان. يرد الميدان الآن الفارس حمد ناصر القاضي وريفالز كالفادر. That was 4 for jumping, 4 for exceeding the time for الشيخ محمد بن ناصر الثاني and دولار فان. And there is now riding ريفالز كالفادو حمد ناصر القاضي. Thank you.
8 نقاط جزاء في القفز ونقطة لتجاوز زمن لحمد القاضي وريفاز كالفادو. تم تعديل الزمن المسموح ليصبح 79 ثانية، وسوف يتم تعديل النتائج لمن أنهوا الآن. So the time allowed is now changed to 79 seconds, and we'll give you, or we'll do the correction for the other results, and we'll give it to you. And in the arena now, rider number 6, Abdullah Al-Ajain, is riding Bill Rose. في أرض الميدان الآن مشارك رقم 6 الفارس عبدالله العجيل والجواد بيل روز. تم تعديل الزمن ليصبح 79 ثانية. نقطة جزاء في القفز كانت نتيجة الفارس عبدالله العجيل، إسقاط 3 حواجز 3 و6 و10A، الزمن 73 ثانية و13 جزء من الثاني، يصبح مجموع النقاط 19.100. ومعنا الآن في أرض الميدان حمد العاطية وفيداد. It was 12 jumping penalties in a time of 73.13 for عبدالله العجيل البنروز. Total points will be 19.100. إذا رينا now riding فيداد حمد علي العاطية. نقطة جزاء في القفز كانت نتيجة الفارس حمد علاطية وفيدال في زمن 68 ثانية 56 جزء من الثاني، يصبح مجموع النقاط 22.305. الآن في أرض الميدان المشارك رقم 8 فالح سويد العجبي وزورو. That was 16 jumping penalties in a time of 68.56 for حمد العطية and فيدال. Total points would be 22.305. Riding زورو in the arena now, فالح سويد العجبي. Thank you.
بدون نقاط أول جولة بدون نقاط جزاء لفالح سويد العجبي بزمن 74 ثانية و 62 جزء من الثانية. إذن يبقى مجموع النقاط عند مستوى 6.200. في أرض الميدان الآن المشارك رقم 9 هادي بريك المري وفيلفت. It was a nice clear round for فالح العجبي and Zoro in a time of 74.62. Total point stays at 6.200. Riding Velvet in the arena now, rider number 9, Hadi Break Al-Marri. الزمن المسبوق هو 79 ثانية زمن لهذه الجولة 80.56. إذا 16 نقطة جزاء في القفز ونقطة لتجاوز الزمن كانت نتيجة الفارس هادي بريك المري وفيلفت. وبالتالي يصبح مجموع النقاط 22.780. في عرض الميدان الآن الفارس المشارك رقم 10 أحمد البادي وتوليب دولاكو. That was 16 for jumping, 1 for exceeding the time. For Hadi Break Al-Marri and Velvet. Riding Tulip Dilakova in the arena now, Ahmed Al-Badi. شلاد لا طال المسير حثها تلحق مع الخيل النجيبه حثها واللي ورا حمره قصير صوب دار الخلف والعنوه قريبه خذ سلامي للكبير وللصغير يا الولد والعود الاحدر ينغزيبه لابتي عسافه القرم العسيري النشيبه يوم هوجس في النشيبة عقب ذاك الحوم لا لعب الصفيري والله نوصي يسولف به صحيح ذا الهبل سلواه في صوت الزفيري الله المعبود ثم حنى طبيبة والنشامة أربع نقاط جزاء في القفز ونقطتين لتجاوز الزمن. الزمن المسموح 79 ثانية، زمن مسجل 85.54. كانت نتيجة الفارس أحمد البادي وتوليب ديلاكو.
مجموع النقاط 11.535 بانتظار الفارس التالي. الفارس رقم 11 الآن في أرض الميدان راشد فرج العذبة والجواد وكيكي. It was 4 for jumping, 2 for exceeding the time in a time of 85.54 total points 11.535 for أحمد البادي and Tulip Dilakov. Riding Wakiki in the arena now, rider number 11, Rashid Faraj Al-Adwa. نقاط جزافة القفز ونقطة لتجاوز الزمن. نذكر بأن الزمن المسموح 79 ثانية. زمن الجولة كان 79.75. إذن راشد العذبة يجمع الآن 13.615 وفي أرض الميدان الآن المشارك رقم 12 في القائمة عبد الرحمن عادل نصار ولوكري. Don't cross the start راشد. For jumping, one for exceeding the time for Rashid Al-Adba and Wakiki, total points of 13.615. In the arena now, Abdurrahman Adel Nassar. Abdurrahman is riding Luki. للأسف اسقاط آخر حاجز. إذن 4 نقاط جزاء في القفز
لعبد الرحمن عادل نصار، الزمن 74 ثانية و79، إذن مجموع النقاط 7.910. في أرض الميدان الآن محمد سعيد حيدان وكارلو جوهان. Unfortunately, that was four penalties at the last fence in a time of 74-79. Total points would be 7.910 for Abd Rahman Nassar and Lokrit. Riding Carl Johan in the arena now, rider number 13, Mohamed Saeed Hida. السلامة للفارس محمد حيدان، استحق التشجيع ونتمنى لك إن شاء الله حظوظ أوفر بإذن الله في المباريات والمسابقات القادمة. ألف سلامة للفارس محمد حيدان، لكن للأسف يعتبر هذا استبعاد من هذه المباراة، حظوظا أطيب بالمرات القادمة بإذن الله. نتابع الآن مع الفارس عوض القحطاني والجواد لبغمير. Unfortunately that was elimination for محمد حيدان. It's nice to see him back on his horse, and inshallah, better luck in the coming competition. We have now in the arena Awad al-Gahtani. Awad is riding Lip Ghimir K, and he's carrying 3.095. إذا نذكر بأن هذه المباراة تتم على جولتين، الجولة الأولى كما نشاهدها الآن سوف يتأهل منها أفضل 25% من النتائج للجولة التالية، ونتائج الجولة التالية سوف تحدد الفائزين. So just a reminder, this is a competition in two rounds. We are now in the first round and the best 25 results would be qualified for the second round and then the winners will be decided according to their results in the second round. عنده جهاله يتبع الهدوان
استزاف القفز كان ذلك امتناع عند الحاجز رقم 8 ونقطة لتجاوز الزمن، إذا 5 نقاط جزاء. الزمن المسجل 79.94، الزمن المسموح 79، تصبح مجموع نقاط الفارس عوض القحطاني 8.095. مع الآن في أرض الميدان مشارك رقم 15 الفارس علي يوسف رميحي ورافينا رافينا 3-2-3. That was 4 for jumping, 1 for exceeding the time. Total points for عوض القحطاني is 8.095. Riding رافينا 3-2-3 in the arena now علي يوسف رميحي. لكن هذه الأربع نقاط رفعت مجموع نقاط الفارس علي رميحي ل 4.790، وكان الزمن جيد 69.13. تبقى لدينا فارسين بعد الآن، الفارس عبد الرحمن الصعاق وسيدولين. عبد الرحمن يحمل 0.350. That was 4 jumping penalties, so the total points for علي رميحي now is 4.790. Riding سيدولين and carrying 0.350 عبد الرحمن السعد. اسقاط حاجزين، اذا 8 نقاط جزاء في القفز كانت نتيجه الفارس عبد الرحمن الصعاق، وبالتالي ارتفعت مجموع نقاطه لتصبح 8.350. اخر الفرسان في هذه المباراه فارس مبارك يوسف الرميحي واريزونا. So 8 jumping penalties in a time of 7.487 was the result for عبد الرحمن الصعاق. So total points of 8.350. Last to go with 0 penalties. مبارك الرميحي رايدينج أريزونا.
عقيدة عقبنا ما تهنى كم عقيد فارس مبارك الرميحي هذه الجولة بثمانية نقاط جزاء في القفز، يصبح مجموع النقاط ثمانية نقاط. إذن سوف يتم اختيار أفضل أربعة فرسان، نتيجة أفضل أربعة فرسان فقط، والذين يشكلون 25% من النتائج، من أفضل النتائج للجولة التالية، ونتائج الجولة التالية سوف تحدد الفائزين. So the last rider, Mubarak Rumaihi, finished with 8 penalties. Total points for him is 8 points from all the competition from yesterday and to today. The best 25, it means the best 4 results for 4 riders will be qualified for the second round. According to the results of the 4 riders, one of them will be the winner of this championship. إذا من أربعة فرسان فقط تأهلوا للجولة التالية سوف يكون أحدهم المحظوظ بالحصول على سيف سمو الأمير المفدى لقفز الحواجز لعام 2012. لا يسعنا في هذا الوقت إلا أن نتمنى الحظ الطيب للجميع إن شاء الله، ويتم تجهيز الميدان، وخلال 10 دقائق نبدأ الجولة الأخيرة والحاسمة في هذه البطولة. So we'll have now 10 minutes to prepare the arena and then we'll be starting the second round where we can determine the winner of this championship. I want to wish everybody good luck. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في الاتحاد القطري للفروسية، حيث ينظم الاتحاد القطري للفروسية بطولة قفز الحواجز على سيف حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. بداية نرحب بسعادة الشيخ محمد بن فالح آل ثاني وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن، وبسعدنا أن نلتقي مع أحدى الفارسات والفرسان. بداية مسرة مساء الخير، وتحكي لنا عن بطولة اليوم، تحكي لنا عن امبارح وعن اليوم، كيف كان التحضير؟ أهلين، بسم الله الرحمن الرحيم. والله البطولة ما توقعتها قوية كذي،
البطولة اليومين اللي فاتت شهدت منافسة قوية، طبعا الفرسان ما قصروا والخيل جاهزة، منافسة وايد قوية. أمس هو طبعا اللي يسوي أوكي واللي يتأهل يطلع لليوم الثاني، يعني البطولة كلها عبارة عن تتأهل تتأهل. اليوم في 2 راوند، اللي يسوي كلير في الراوند الأول طبعا ياخذون 25% من أحسن نتائج من الفرسان عشان يطلعون الراوند الثاني. وكذي والشباب ما قصروا والحمد لله يعني. أما هاي الشطة الصغيرة، الشطة الكبير منافسة وايد وايد قوية. مسارة، شو بتحكي لكل الفتيات القطريات اللي عم يشوفونها هلأ بالنسبة لهيك رياضة، وهي رياضة عربية عريقة أوصى بها الرسول الكريم، شو بتشجعيهم على هاي الرياضة؟ طبعا انا اشجعهم وايد، خاصه في مجال الفروسيه عندنا في كثير من البنات يتخوفون، يعني ممكن يقولون نطيح شيء نخاف، يعني احب اقول لهم ان ما في خوف ويقوون قلبهم ويدخلون، وبس يدخلون يشوفون يصير بينهم وبين الحصان اللي هو حيوان روح كونتاكت بيستانسون. تحكي لنا كيف كانت بطوله اليوم؟ والله البطولة اليوم مثل ما قلت لك منافسة وايد قوية أكثر من أمس. الحمد لله يعني البطولة الكورس ديزاينر طبعا حاط كورس تكنيكال وكل شيء كان حلو. الكورس ما أقول لك سهل وايد ولا هو صعب. الخيول تقريبا أقدر أقول كلها جاهزة، الفرسان كلهم جاهزين، الكل عينه على الجائزة الكبرى على السيف أو الخنجر الذهب. واليوم صج يعني اشتدت المنافسة بين الفرسان. طب شو أهم صفة لازم يتحلى فيها الفارس مثل هاي البطولات؟ أهم صفة يتحلى فيها الفارس حق هالبطولة، والله في وايد صفات المفروض الفارس يتحلى فيها، بس الصبر، الصبر شيء مهم يعني، وروح التحدي والتنافس. ان شاء الله بنشوفك بأعلى المراتب، وبنقول اكيد لجميع اللي عم يشوفونا هلا بنشجعهم على هي الرياضه، وهي رياضه ركوب الخيل. ان شاء الله تسلمي. اعزائي المشاهدين ابقوا معنا، بدنا نذكر انه في سحب على الجائزه الكبرى وهي عباره عن سياره نيسان، وايضا هناك جوائز عينه ولكن بعد التتويج، ابقوا معنا. ارينا اذ اوبن.